بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أعزائي محبي وعشاق كرة اليد في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم من داخل استوديوهاتنا بمدينة الإنتاج الإعلامي بقناة الأهلي. يسعدني ويشرفني أنا عصام منيسي أن أكون مع حضراتكم للتعليق على المباراة الختامية بدوري المجموعات للمنتخب المصري لكرة اليد ببطولة الأمم الأفريقية رقم 26 اللي بتقام على استاد القاهرة بمجمع الصلاة صالة 1 وصالة 2، مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكاميرون. المباراة الثالثة للمنتخب الوطني المصري في المجموعة بي اللي بيتصدرها المنتخب المصري باثنين فوز بعد الفوز على منتخب غينيا 33-15 والفوز على منتخب الكونغو 34-19. بيمثل منتخب مصر اليوم يحيى خالد، عبد الرحمن فيصل، أحمد خيري، خالد وليد، إبراهيم المصري، يحيى الدرع، حسن وليد، سيف الدرع، حسن وليد قداح اللي بيخش القايمة النهاردة لأول مرة، وزي ما حضراتكم متابعين معانا عملية الروتيشن اللي بيقوم بيها مستر خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب المصري، أحمد هشام سيسة، أحمد عادل، محمد ممدوح هاشم، علي زين خارج القائمة، محمد سند ومحمد علي. بيمثل منتخب الكاميرون اليوم كيفين فوكو، رومي إيبي، فرانك ميزميس، هوبرت ماندو، ساليفو ميبوما، حمزة جيوماشي، هنومو فريدريك، جوا كاستو، وابيلا فوانكوا، أجينج تريستان، نيلفيس موفونج، بوبا كاري، نوكول بول، سوجيا أندليس، و تيشا تيام. منتخب الكاميرون بيحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، المجموعة بي اللي بتضم المنتخب المصري ومنتخب غينيا والكونغو برازافيل. منتخب الكاميرون لعب مباراتين، فاز في مباراة وهزم في مباراة،
وله نقطتين. بيمثل منتخب مصر على أرضية الملعب لبداية المباراة. ادي حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين لاعبي منتخب مصر اللي خارج القائمة وعملية التدوير اللي بيقوم بيها مستر خوان كارلوس باستور. الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب المصري مستر خوان كارلوس باستور المدير الفني، كابتن هاني الفخراني المدرب العام، كابتن نور أبو زيد مدير الفريق، مستر سييرا مدرب حراس المرمى، دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب، كابتن محمد إمام المحلل الفني، مانويل أورتيجا المعد البدني، والكابتن محمود سعيد إداري الفريق. معا أعزائي المشاهدين تبدأ مباراتنا. هجمة مع المنتخب الكاميروني على أرضية الملعب بيمثل منتخب مصر كريم هنداوي، أحمد هشام سيسا، يحيى الدرع، عبد الرحمن فيصل، إبراهيم المصري، يحيى خالد، ومحمد سند. هجمة مع منتخب الكاميرون، رمية حرة، كيفين فوكو، تسديدة من رومي إيبي خارج الملعب، يحيى الدرع، يحيى خالد، يحيى الدرع ومحاولة اختراق وتصدي من حارس المرمى بوبكاري. ترجع الهجمة مع منتخب مصر، يخرج إبراهيم المصري تغيير معتاد، يخرج إبراهيم المصري في الهجوم وينزل أحمد عادل، سند، تتقطع، كيفين فوكو لعشرة وبيلا فونكوا، وهدف، الهدف الأول لمنتخب الكاميرون. يحيى خالد ومحاولة اختراق من عبد الرحمن فيصل، يتصدى حارس المرمى بوبكاري. هجمة سريعة لمنتخب الكاميرون، رامية حرة، رامية 9 أمتار لصالح المنتخب الكاميروني. نيلفيس موفون لكيفين فوكو، مركز سنتر هاف، مستر خوان كارلوس باستور. هجمة مع المنتخب الكاميروني زي ما حضراتكم شايفين، تبادل مراكز وتقاطعات. يطلع لاعب الدايرة 14 نيلفيس موفونج، إشارة لعب سلبي، محاولة اختراق ومخالفة، مخالفة الأربع خطوات، رمية حرة المنتخب المصري، هجمة سريعة وأسيست من يحيى الدرع لمحمد سند. أسيست من يحيى الدرع لمحمد سند اللي بيحرز الهدف الأول للمنتخب المصري. 1-1 أعزائي المشاهدين. ينزل إبراهيم المصري في الدفاع ويخرج أحمد عادل. هجمة مع المنتخب الكاميروني، وأدي تعليمات من مستر خوان كارلوس لأحمد خيري، عقل مفكر أحمد خيري في مركز السنتر هاف. محاولة اختراق، فوكو ينزل على الدايرة، ودفاع قوي من إبراهيم المصري، رمية حرة. 14 نيلفيس موفونج لخمسة على الدايرة، يسقط على الدايرة رقم 5 هوبرت ماندو للاعب الدايرة نيلفيس اللي معرفش يستلمها، وأحمد هشام سيسا، وأسيست من عبد الرحمن فيصل. أسيست من عبد الرحمن فيصل. كلمة السر يا جماعة، خلال مباريات بطولة أفريقيا مباريات المنتخب المصري سواء في مباراة غينيا أو مباراة الكونغو، هي الأجنحة. بيعتمد منتخب مصر بنسبة كبيرة جدا على إنهاء الهجمات المنظمة عن طريق الأجنحة. هجمة مع المنتخب الكاميروني، 5 هوبرت ماندو، تسديدة من رومي
روميو إيبي خارج الملعب، هجمة يحيى الدرع، محاولة اختراق من يحيى الدرع ليحيى خالد، واختراق من عبد الرحمن فيصل. الهدف الثالث، 4 دقائق 35 ثانية، 3 المنتخب المصري، 1 المنتخب الكاميروني. هجمة مع منتخب الكاميرون، كيفين فوكو لهوبرت ماندو ول9 جوا كاستو، تبادل مراكز، رقم 6 ساليفو مبوما. هوبرت ماندو تسقيط على الدايرة يقطعها ابراهيم المصري، وهجمة مرتدة سريعة، فاست بريك، محمد سند الهدف الرابع للمنتخب المصري، يقطعها ستيل ناجح من عبد الرحمن فيصل، يلمها المصري يطلعها لمحمد سند. هجمة مع المنتخب الكاميروني، هوبرت ماندو، كيفين فوكو، لاعب الوينج ليفت 9 جوا كاستو، مركز السنتر هاف هوبرت ماندو، تتقطع رمية جانب للمنتخب المصري، الدرع الكريم هنداوي للدرع لفيصل، الدرع يحيى خالد ومحمد سند يتصدى حارس المرمى بوبكاري. هجمة مرتدة للمنتخب الكاميروني، 6 دقائق أعزائي المشاهدين، تسديدة قوية من هوبرت ماندو لاعب المنتخب الكاميروني يحرز الهدف الثاني. 4 المنتخب المصري، 2 منتخب الكاميرون. يحيى الدرع، عبد الرحمن فيصل، ليحيى الدرع مرة تانية، تمريرات ما بين لاعبي الخط الخلفي للمنتخب المصري، يقطع أحمد هشام سيسة على الدايرة لأحمد عادل لاعب الدايرة الأساسي للمنتخب المصري، اللي بيعتبر من أحسن لاعبي الدايرة على مستوى منتخب مصر. صعب جدا الدفاع يا جماعة على لاعبي الدواير اللي بيلعبوا باليد اليسرى. أحمد عادل صاحب يد يسرى، ونادرا ما بنشوف إن في لاعب دايرة بيلعب باليد اليسرى. هجمة مع منتخب الكاميرون، تسديدة قوية من نفس اللاعب هوبرت ماندو لاعب السنتر هاف، عفوا لاعب ليفت باك، اللي بيقطع في لعبة مكررة في تبادل مراكز على مركز السنتر هاف، ويقوم بالتسديد من خارج منطقة التسع أمتار. 3 المنتخب الكاميروني، 5 المنتخب المصري، 7 دقائق 55 ثانية. سند يحيى الدرع، محاولة اختراق من يحيى الدرع ليحيى خالد، يحيى خالد لسند ليحيى خالد مرة تانية، رمية حرة على التنفيذ، أحمد عادل، يحيى خالد لأحمد عادل، ودفاع قوي من اللاعب رقم 10 وبيلا فونكوا، وإنذار، كارت أصفر. يحيى الدرع، فيصل يسقط على الدايرة ليحيى خالد لسند، يحيى خالد ومحاولة اختراق، تسديد ورمية حرة، رمية 9 أمتار للمنتخب المصري، رمية 9 أمتار، يحيى الدرع على الدايرة لأحمد عادل وفي العارضة، أحمد عادل في العارضة، هارد لاك يا أحمد عادل، رمية مرمى للمنتخب الكاميروني. أدي تعليمات من مستر خوان كارلوس. هوبرت ماندو
لكيفين فوكو، وادي تقاطعات وتبادل مراكز. هنشوف نفس اللعبة، محاولة تسقيط على الدايرة، يقطعها ابراهيم المصري، صخر الدفاع المنتخب المصري والنادي الاهلي، وتسديدة قوية خارج المرمى، رمية مرمى، كريم هنداوي، نفس اللاعب هوبرت ماندو لاعب المنتخب الكاميروني اللي بيسدد تسديدات قوية، يحيى الدرع، يحيى خالد، واسيست لمحمد سند، اسيست ناجح لمحمد سند، 6-3، 6 المنتخب المصري، 3 منتخب الكاميرون. ينتظر المنتخب المصري مباراة مع المنتخب التونسي، في حالة فوز المنتخب التونسي اليوم في المباراة اللي هتقام مع منتخب أنجولا بعد مباراة المنتخب المصري، في حالة فوز المنتخب التونسي منتخب مصر هيلعب مع منتخب تونس في الدور قبل النهائي، في حالة فوز المنتخب الكاميروني هيحصل صدام في دور الثمانية ما بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري. هننتظر أعزائي المشاهدين نهاية مباراة اليوم، وهنشوف إيه اللي هيكون في مباريات دور الثمانية ومباريات السيمي فاينل. هجمة مع المنتخب الكاميروني، 7 المنتخب المصري، 3 المنتخب الكاميروني، 10 دقائق و59 ثانية. كيفين فوكو لهوبرت لرقم 3، رقم 3 لاعب الرايت باك روميو ايبي اللي بيحرز الهدف الرابع، يقطعها، ترجع يقطعها هوبرت ماندو رقم 5، ترجع لكريم هنداوي، هجمة مع المنتخب المصري، أحمد عادل على الدايرة، يحيى خالد ويحيى الدرع وعبد الرحمن فيصل في الخط الخلفي، يقطع محمد سند، تبادل مراكز وتسديدة قوية وتساد، تصدي ناجح، تصدي ناجح من حارس المرمى بوباكاري، من تسديدة من عبد الرحمن فيصل، هجمة مع المنتخب الكاميروني، هوبرت ماندو، 9 جوا كاستو، 3 روميو ايبي لرقم 6 ساليفو مبوما، تقاطعات وتبادل مراكز ما بين لاعبي المنتخب الكاميروني، خط الخلفي مع لاعبي الأجنحة، تسديدة، تسديدة قوية، قوية تيجي في العارضة وتخبط في رجل كريم هنداوي، حظك وحش يا كريم، حظك وحش، 5 المنتخب الكاميروني، 7 النادي الأهلي، وإبراهيم المصري، إبراهيم المصري، وتصدي، قطعها تاني إبراهيم المصري، تصدي من حارس المرمى بوبكاري، نادرا ما بنشوف إبراهيم المصري بيكمل في الهجمة ويستلم على الدايرة، هجمة مع المنتخب الكاميروني، كيفين فوكو لروميو لخمسة هوبرت، ادي تبادل مراكز، يقطع اللاعب رقم 10 على الدايرة وبيلا فونكوا، محاولة، محاولة اختراق، محاولة اختراق، ودفاع قوي من إبراهيم المصري، صمام أمان إبراهيم المصري، صمام أمان للمنتخب المصري والنادي الأهلي، هجمة مع وإشارة لعب سلبي، 4 تمريرات، تصدي من كريم هنداوي، ترجع تاني للمنتخب الكاميروني، ترجع هجمة جديدة، مخالفة، هجمة مرتدة سريعة، يحيى خالد، يحيى خالد، يحيى خالد، فاست بريك، اسيست من يحيى الدرع ليحيى خالد اللي بيحرز الهدف رقم 8، 8 المنتخب المصري، 5 المنتخب الكاميروني، 14 دقيقة 9 ثواني، هجمة مع منتخب الكاميرون، دفاع من المنتخب المصري، دفاع 5-1، يحيى الدرع،
هجمه مع المنتخب الكاميروني، كيفن فوكو لهوبرت، لاعب مميز هوبرت للاعب الوينج رايت، يقطعها يحيى خالد لسيسا، سيسا سيسا، ويحرز سيسا الهدف رقم 9، احمد هشام سيسا لاعب الوينج ليفت للمنتخب المصري والنادي الاهلي اللي بيتميز بالجديه، لاعب مجرد دخوله التدريب او المباراه بيبقى في قمه تركيزه، احمد هشام سيسا، هجمه مع المنتخب الكاميروني، ينزل اللاعب رقم 11 تريستان، تقاطعات، محاوله اختراق، تتقطع، تنزل لكريم هنداوي، هجمه مرتده سريعه لاحمد هشام سيسا، تتقطع من سيسا من اللاعب كيفن فوكو، هجمه مرتده 15، يتصدى كريم هنداوي، كريم هنداوي، كريم هنداوي، وتألق لكريم هنداوي من المباراة الأولى، يحيى خالد على الدايرة لإبراهيم المصري، إبراهيم المصري يحرز الهدف، يحرز الهدف رقم 10 إبراهيم المصري. لسه بقول لحضراتكم نادرا ما بنشوف إبراهيم المصري بيكمل في الهجمة وبيكمل ويستلم على الدايرة ويحرز أهداف، آدي إبراهيم المصري يحرز هدف من محاولتين، محاولتين لإبراهيم المصري يحرز منها الهدف الأول، هجمة مع المنتخب الكاميروني، وقت مستقطع للمنتخب المصري يطلبه للمنتخب الكاميروني، يطلبه المدير الفني لمنتخب الكاميرون. هنشوف مع حضراتكم، هنشوف حضراتكم ايه التعليمات اللي هتتقال. نسمع مع حضراتكم. ادي زي ما حضراتكم سامعين، نكمل نكمل، الجهاز الفني المنتخب المصري يحس اللاعبين على عدم التراخي وان احنا نكمل. ينتهي اعزائي المشاهدين الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني للمنتخب الكاميروني، 16 دقيقة و 10 ثواني، 10 المنتخب المصري، 5 منتخب الكاميرون، زي ما حضراتكم شايفين مراقبة المباراة شارلي انجي، شارلي انجي من الكوتيفار مراقبة للمباراة، هجمة مع المنتخب الكاميروني، لاعب السنتر هاف، تسديدة قوية يلمها إبراهيم المصري ليحيى خالد لسيسا، سيسا سيسا، وتصدي تصدي متألق على الرغم من النتيجة، إلا أن بوبكاري حارس مرمى منتخب الكاميرون استطاع أن هو يتصدى لأكثر من هجمة من المنتخب المصري، هجمة مع المنتخب الكاميروني، تريستان لكيفن فوكو، لتريستان للاعب رقم 14 نيلفيس موفونج، تسديده وتصدي من كريم هنداوي، متألق برضه كريم هنداوي، يحيى الدرع، عبد الرحمن فيصل، يحيى خالد، واختراق من يحيى خالد، وهدف، هدف يحيى خالد، يحيى خالد، هجمه مع المنتخب الكاميروني، يحيى خالد لاعب المنتخب المصري المحترف في فيسبريم المجري رفقة يحيى الدرع، تصدي من كريم هنداوي، تصدي وفاست بريك يلمسها حارس المرمى،
رمية جانب للمنتخب المصري. وادي حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين التغييرات المعتادة لمستر خوان كارلوس باستور. بعد الدقيقة 15 بتبتدي عملية التدوير. ادي يحيى، ادي عفوا حسن قداح. حسن قداح بيشارك، حسن قداح لأول مرة في مباريات البطولة. يحيى الدرع يتنقل، يحيى الدرع واسيست من يحيى الدرع ليحيى خالد. اسيست من يحيى الدرع ليحيى خالد. يحيى خالد ثلاث أهداف من ثلاث محاولات زي ما حضراتكم شايفين على مقاعد البدلاء للمنتخب المصري. عمليات الإحماء وبداية عملية الروتيشن ما بين اللاعبين أو عملية تدوير اللاعبين على المباراة. ودي رمية حرة، رمية حرة رمية حرة لمنتخب الكاميرون. تصدي من كريم هنداوي، تصدي من تريستان اللاعب رقم 11 لاعب المنتخب الكاميروني. تصدي ناجح من كريم هنداوي. يحيى الدرع، يحيى خالد، حسن وليد، حسن وليد قداح ولكن خارج المرمى. رمية مرمى لسه ما سخنش حسن. أول محاولة، أول محاولة لحسن قداح لاعب ليفت باك للمنتخب المصري المحترف في نادي كيلسي البولندي. بيمتلك المنتخب المصري ذخيرة من اللاعبين المحترفين في أقوى الفرق الأوروبية. إبراهيم المصري وتدخل قوي من إبراهيم المصري، تدخل قوي من إبراهيم المصري. استبعاد، الاستبعاد الأول للمنتخب المصري والاستبعاد الأول على مستوى المباراة. استبعاد لمدة دقيقتين لإبراهيم المصري لاعب المنتخب المصري. بيلعب المنتخب المصري ناقص لاعب لمدة دقيقتين. ومحاولة اختراق وهدف، هدف من اللاعب نيلفيس موفونج، عفوا فرانك ميزميس، فرانك ميزميس لاعب المنتخب الكاميروني. يخرج كريم هنداوي وينزل احمد عادل على الدايره. يخرج كريم هنداوي عشان المنتخب المصري يعوض النقص العددي في الهجمه. مرمى المنتخب المصري خالي، هنشوف ايه اللي هيحصل. حسن وليد ليحيى خالد، يقطع، يقطع يحيى الدرع في لعبه مكرره في مباريات المنتخب المصري. يقطع يحيى الدرع على الدايره، بتتعلق له الكوره من يحيى خالد في اسيست رائع. يحرز يحيى الدرع الهدف رقم 13. 13 المنتخب المصري، 6 منتخب الكاميرون. فرانك ميزميس تسديده ومخالفه اربع خطوات، مخالفه الاربع خطوات على اللاعب فرانك ميزميس لاعب المنتخب الكاميروني. وادي التغييرات، حسن وليد واحمد خيري. يخرج سيسا، يخرج سيسا وينزل سيف الدرع وينزل احمد خيري. المشاركه الاولى للاعبين في المباراه بعد 22 دقيقه. ادي حضراتكم زي ما اتكلمنا في بدايه المباراه وزي ما شفنا في مباريات المنتخب المصري، مستر خوان كارلوس بيقوم بعمليه الروتيشن والتدوير مع جميع. تسديده صاروخيه، تسديده صاروخيه من حسن وليد قداح، هدفه الاول على مستوى البطوله. تسديده قويه من خارج منطقه التسع امتار على يسار حارس المرمى بوبكاري، على يسار حارس المرمى بوبكاري. 14 المنتخب المصري، 6 منتخب الكاميرون. هجمه مع المنتخب الكاميروني،
هجمه فرانك 10 فونكوا ل11 تريستان لفرانك، محاوله اختراق، محاوله اختراق، رميه حره 10 فونكوا ل4 مزمس فرانك مزمس، واختراق اختراق ناجح من اللاعب تريستان اللاعب رقم 11 لاعب المنتخب الكاميروني اللي بيحرز الهدف السابع، حسن وليد قداح، محسن رمضان والمشاركة الأولى بدلا من يحيى خالد، ويخرج خالد وليد، يخرج خالد وليد وينزل أحمد عادل زي ما شفنا نفس التغييرة اللي بتتم بين إبراهيم المصري في الهجوم وأحمد عادل اللي بينزل في الهجوم، خالد وليد بيخرج في الهجوم وينزل أحمد عادل في الهجوم، تغيير معتاد، تصدي من حارس المرمى من أحمد عادل بوبكاري، رمية جانب للمنتخب المصري، بيطالب أحمد عادل حكم المباراة برمية 7 أمتار، ادي تسديده حسن وليد قداح، حسن قداح تسديده صاروخيه مره يمين ومره شمال، مره يمين ومره شمال، بيمتعنا حسن وليد على يمين حارس المرمى على يمين، وادي محمد علي ومحمد ممدوح هاشم والكابتن دكتور محمد شوقي طبيب الفريق طبيب المنتخب المصري، هجمة مع المنتخب الكاميروني، رمية جانب، رمية حرة، تدخل من محسن رمضان، تدخل قوي من محسن رمضان، هجمة مع المنتخب الكاميروني، رمية حرة، 25 دقيقة، فرانك تتقطع، محسن رمضان، محسن رمضان لحسن وليد لأحمد خيري، أحمد مصطفى خيري لاعب السنتر هاف، سنتر هاف للمنتخب المصري، محسن رمضان، أحمد عادل لمحسن زي ما حضراتكم شايفين، أحمد خيري، محسن رمضان، حسن وليد قداح، دول لاعبي الخط الخلفي للمنتخب المصري في مركز الوينج ليفت سيف الدرع، الوينج رايت محمد سند، على الدايره احمد عادل، رميه حره للمنتخب المصري، احمد عادل لمحسن رمضان، محسن رمضان لأحمد خيري، أسيست أحمد خيري، أسيست رائع، أسيست رائع من أحمد خيري لأحمد عادل على الدايرة اللي بيستغلها أحمد عادل ويحرز هدف للمنتخب المصري، 16 المنتخب المصري، 7 منتخب الكاميرون، أحمد خيري لاعب السنتر هاف للمنتخب المصري، ادي منتخب مصر دفاع 5-1، 5-1 احمد سيف الدرع، تسديده وبلوك، بلوك ناجح من خالد وليد وحسن قداح، هجمه مع المنتخب الكاميروني، الخطير هوبرت ماندو لثلاثه روميو، تيجي في القائم يلمها خالد وليد ومحسن رمضان لأحمد خيري، رمية حرة، رمية حرة المنتخب المصري، يخرج خالد وليد ينزل أحمد عادل على الدايرة، 27 دقيقة و28 ثانية، يقطع سيف الدرع على الدايرة لأسيست رائع، أسيست رائع وبلوك، أسيست رائع من أحمد خيري لأحمد عادل
وبلوك من لاعب المنتخب الكاميروني رقم 3 روميو إيبي، وهو نفس اللاعب روميو إيبي يحرز الهدف رقم 8. ادي اسيست من فونكوا لروميو إيبي لاعب المنتخب الكاميروني اللي بينجح انه يحرز الهدف رقم 8. هجمه مع المنتخب المصري، محسن رمضان، خيري، حسن وليد، محسن رمضان، وبلوك يلمها محمد سند، بلوك من اللاعب رقم 14 نيلفيس لاعب المنتخب الكاميروني، يلمها محمد سند ويحرز الهدف رقم 17. 17 المنتخب المصري، 8 منتخب الكاميرون. هجمة مع المنتخب الكاميروني، فرانك لهوبرت ماندو ل 14 نيلفيس ل 18 اندلس، تقع يجيبها كريم هنداوي، وفاست بريك ما يستلمهاش محمد سند، طويلة شوية على محمد سند. هجمة مرتدة سريعة المنتخب الكاميروني، هجمة سريعة على الدايرة ل 14 نيلفيس موفونج، يلمها كريم هنداوي، وهجمة مرتدة سيف الدرع وتصدي من بوبكاري، سيف الدرع. هجمة مع المنتخب الكاميروني، 30 ثانية أعزائي المشاهدين على نهاية الشوط الأول. 17 المنتخب المصري، 8 منتخب الكاميرون. دفاع 5-1 من المنتخب المصري. 14 موفونج ل5 ماندو، تسديدة قوية من لاعب الباك رايت روميو إيبي، ووقت مستقطع للمنتخب المصري. زي ما شفنا حضراتكم الشوط مخلص، توقيت المباراة زي ما شفنا حضراتكم، المدير الفني بيروح على الترابيزة، حضراتكم شفتوا حكم المقاطي بيقوم المدير الفني بتقديم كارت، الكارت مكتوب عليه حرف تي، كارت لونه اخضر وفقا لقانون كرة اليد، بيقدم المدير الفني الكارت على الترابيزة، وما بيطلبش التايم اوت الا في حالة تقديم الكارت. نحاول حضراتكم نشوف على الساعة داخل الملعب كام ثانية متبقية على نهاية أحداث الشوط الأول، تايم أوت. هنشوف مستر خوان كارلوس باستور، خرج كريم هنداوي، وهيلعب المنتخب الوطني المصري بسبع لاعبين لعمل زيادة عددية وضغط على المنتخب الكاميروني لمحاولة إحراز هدف. كان متبقي ثانيتين أعزائي المشاهدين، ملحقش المنتخب المصري لتنفيذ أي شيء من تعليمات مستر خوان كارلوس باستور. بكده أعزائي المشاهدين تنتهي أحداث الشوط الأول. شكرا أعزائي المشاهدين، وننتقل إلى استوديوهاتنا ومحللينا مع الكابتن هيثم السعيد، الكابتن إبراهيم السيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، والكابتن محمد عبد الله نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي والمدير الفني لنادي المقاولون. شكرا أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم مع أحداث الشوط الثاني. شكرا والسلام عليكم. مرة تانية أعزائي المشاهدين أحييكم أنا عصام منيسي للتعليق على أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكاميرون. بيمثل منتخب مصر على أرضية الملعب يحيى الدرع،
إبراهيم المصري، يحيى خالد، حسن وليد، أحمد هشام سيسة، ومحمد سند، وفي حراسة المرمى محمد علي. بيمثل منتخب مصر اليوم يحيى خالد، عبد الرحمن فيصل، أحمد خيري، خالد وليد، إبراهيم المصري، يحيى الدرع، حسن وليد قداح، سيف الدرع، أكرم يسري، محسن رمضان، أحمد هشام سيسة، أحمد عادل، كريم هنداوي، محمد ممدوح هاشم، محمد سند، وفي حراسة المرمى محمد علي. زي ما شفنا أعزائي المشاهدين، انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 17-9. بدأت أحداث الشوط الثاني منذ دقيقة و 55 ثانية، يحيى خالد بيحرز الهدف رقم 19، أحرز المنتخب المصري هدفين مع بداية الشوط الثاني مقابل هدف للمنتخب الكاميروني. تدار المباراة بطاقم تحكيم من المغرب الشقيق بقيادة الحكم الدولي محمد شوراكي وأشرف المنير. مراقبي المباراة زهرة بن رمضان من تونس، وشريف أنجي، وشارلي أنجوي من الكوتيفوار. زي ما شفنا هجمة مرتدة سريعة، أحمد هشام سيسة يحرز الهدف للمنتخب المصري. منتخب المصري والذهاب إلى العلامة الكاملة في مباريات مجموعته، المجموعة بي اللي بتضم المنتخب المصري وغينيا والكاميرون والكونغو برازافيل. حتى اليوم لم يحدد صاحبي المركز الأول والثاني في المجموعة دي اللي هي المجموعة الرابعة اللي بتضم تونس وأنجولا ونيجيريا وكينيا. هتقام مباراة تونس وأنجولا في بعد مباراة مصر في تمام الساعة 8:00، واللي على ضوء نتيجتها هيتحدد المنتخب المصري هيواجه مين في دور الثمانية، المنتخب التونسي أو المنتخب الأنجولي. في حالة فوز المنتخب التونسي وهي نتيجة إلى حد ما مضمونة للمنتخب التونسي اللي هيحاول بشتى الطرق إن هو يبعد عن مواجهة المنتخب المصري صاحب الأرض والجماهير في دور الثمانية، وهيتأجل الصدام بين المنتخبين الكبيرين كبيري أفريقيا المنتخب المصري والمنتخب التونسي إلى مباراة السيمي فاينل الدور قبل النهائي. نرجع أعزائي المشاهدين لأحداث مباراتنا، المباراة الثالثة للفريقان. تسديدة قوية، تصدي من كريم هنداوي، إبراهيم المصري، رمية حرة للمنتخب الكاميروني، ينزل اللاعب رقم 15 جون كوندا في مركز الرايت وينج. تسديدة قوية من اللاعب رقم 3 روميو إيبي، لاعب رايت باك، لاعب المنتخب الكاميروني. حسن وليد قداح في العارضة، رمية مرمى بوبكاري حارس مرمى المنتخب الكاميروني اللي استطاع انه يتصدى لاكثر من انفراد في احداث الشوط الاول على الرغم من نتيجة المباراة. 21-11 للمنتخب المصري، دفاع 5-1. زي ما شفنا اعزائي المشاهدين، هدف للمنتخب الكاميروني، 15 جون كوندا لاعب الوينج رايت اللي أحرز أكتر من هدف خلال أحداث الشوط الأول. هجمة مع المنتخب المصري، حسن وليد، يحيى خالد،
هجمة منظمة، يخرج إبراهيم المصري وهينزل محمد ممدوح هاشم، ينزل هاشم على الدايرة، سيسا في الوينج ليفت، يحيى خالد في رايت باك، رايت ليفت 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 باك عفوا حسن وليد، وأكرم يسري لاعب الوينج رايت اللي بيحط الهدف رقم 23، 23 المنتخب المصري عفوا 22 المنتخب المصري، 12 منتخب الكاميرون. 6 دقائق و40 ثانية، هجمة مع المنتخب الكاميروني، هنستعرض مع حضراتكم مجموعات البطولة. المجموعة الأولى اللي بتضم المنتخب الجزائري ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب الجابون والمنتخب الليبي الشقيق. المجموعة بي اللي بتقام مبارياتها قدام حضراتكم بمباراة مصر والكاميرون وبتضم غينيا وكونغو برازافيل. المجموعة الثالثة بتضم المغرب والجابون وليبيا. المجموعة الرابعة بتضم تونس وأنجولا ونيجيريا وكينيا. يحيى الدرع واختراق من أكرم يسري وتدخل عنيف، استبعاد رمية 7 أمتار واستبعاد للاعب المنتخب الكاميروني اللاعب رقم 2 كيفن فوكو، تدخل قوي زي ما حضراتكم شايفين على مستوى الوجه. وادي حكمنا المغربي محمد شراكي، 7 أمتار أكرم يسري وتصدي ويلمها أكرم ويحرز الهدف، يحرز الهدف أكرم يسري. 23 المنتخب المصري، 12 المنتخب الكاميروني. وادي حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين تداولات ما بين مستر خوان كارلوس باستور والمدير والمدرب العام نجم مصر والنادي الأهلي الكابتن هاني الفخراني. وادي لاعبتنا بتسخن لاستكمال عمليات الروتيشن وتدوير اللاعبين من جانب مستر خوان كارلوس باستور. تصدي من كريم هنداوي، كريم هنداوي حامي عرين المنتخب المصري، بيغيب اليوم خارج قائمة المباراة. عبد الرحمن فيصل يحرز الهدف رقم 24، بيغيب النهارده عن المباراة، وده لرؤية فنية لمستر خوان كارلوس باستور لعملية الروتيشن وتدوير اللاعبين. اللاعب مازن رضا، مهاب سعيد، والنجم علي زين، وفي حراسة المرمى النجم محمد عصام الطيار. هجمة مع المنتخب الكاميروني، شارك جميع اللاعبين لاعبي المنتخب المصري في مباريات المجموعة باستثناء اللاعب محمد عصام الطيار. حراس المرمى كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار شاركوا في المباراتين الماضيتين. هجمة وسيسة وتصدي من بكاري، بوبكاري حارس مرمى مميز، وأحمد هشام سيسة، وان مور. أدي مستر خوان كارلوس مور، يعني نزود بحس اللاعبين على زيادة الأهداف. هجمة مع المنتخب الكاميروني، دفاع 5-1 من المنتخب المصري،
يقطعها يحيى الدرع، يحيى الدرع وهجمه مرتده، عبد الرحمن فيصل، وعبد الرحمن فيصل يلمها سيسه، تصدي من بوبكاري، متالق متالق حارس المرمى بوبكاري على الرغم من نتيجه المباراه، الا انه متالق امام منتخب قوي زي المنتخب المصري، ويقطع اكرم يسري واسيست، اسيست بطريقه جماليه من يحيى خالد ليحيى الدرع لاكرم يسري، يحيى خالد لاكرم يسري اللي بيقطع الدايره ويستلم ويحرز الهدف. 25-12، وادي تغييرات، ينزل سيف الدرع، سيف الدرع وعلى ارضيه الملعب احمد خيري، سيف الدرع، عبد الرحمن فيصل، خالد وليد، ويحيى خالد واكرم يسري في حراسه المرمى، كريم هنداوي، ادي تسديده قويه من جون كوندا اللاعب رقم 15، يتصدى كريم هنداوي، هجمه مرتده سريعه، احمد خيري، احمد خيري ليحيى خالد، لخيري واختراق من خيري وتسديد، ويحرز خيري، يحرز خيري الهدف رقم 25. هنشوف رقم 26، 26 محسن رمضان، محسن رمضان، وادي الكابتن، هجمة مع المنتخب الكاميروني، فرانك ميزمس للاعب الدايرة رقم 10 فونكوا، للخطير هوبرت ماندو، رمية جانب، كريم هنداوي، أحمد خيري، يحيى خالد، لخيري مرة تانية، للدايرة، عالدايرة لخالد وليد، ورمية 7 أمتار عفوا، استبعاد لمدة دقيقتين للاعب فريدريك هينومو لاعب رقم 8 لاعب المنتخب الكاميروني. استبعاد لمدة دقيقتين، سيف الدرع ورمية 7 أمتار، وبوبكاري ينجح، سيف الدرع ينجح، سيف الدرع في إحراز الهدف رقم 27. 12:55 أعزائي المشاهدين، 27 المنتخب المصري، 12 منتخب الكاميرون. المباراة التالتة للمنتخب المصري في دوري المجموعات ببطولة أفريقيا للأمم رقم 26 اللي بتقام على أرض مصر، بيحتضنها مجمع الصلاة باستاد القاهرة على صالة 1 وصالة 2. البطولة مؤهلة إلى كأس العالم 2025، الحاصل على البطولة يتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2026. مكاسب كبيرة تنتظر حامل لقب هذه البطولة المنتخب المصري، وحمل الدفاع عن لقبه اللي بيحمله لمدة بطولتين ماضيتين. أكرم يسري وتصدي ناجح من بوبكاري المتألق حارس المرمى، حارس المرمى بوبكاري، حارس مرمى منتخب الكاميرون اللي داخل كده برغم من نتيجة المباراة، إلا إن هو داخل في احتمالات حصوله على MVP أو أحسن لاعب في المباراة. هنشوف حضراتكم بعد المباراة هنشوف هجمة مع المنتخب الكاميروني، 11 تريستان في مركز السنتر هاف، لأربعة فرانك ميزيمس، لروميو إيبي، ل11 تريستان لاعبي الخط الخلفي، تقاطعات ما بين لاعبي الخط الخلفي، بيتميز منتخب الكاميرون
بالتسديدات من خارج منطقة التسع أمتار، وادي تسديدة بلوك من يحيى خالد يلمها اللاعب رقم 8 هينومو فريدريك. ادي المدير الفني أندريه إيبوبا المدير الفني لمنتخب الكاميرون، تسديدة من محسن رمضان وبلوك من فريدريك هينومو، هجمة مع المنتخب الكاميروني 10 فونكوا، هجمة منظمة، هجمة منظمة للمنتخب الكاميروني 17 نيكول بول لاعب الدايرة اللي شارك مع أحداث مع بداية أحداث الشوط الثاني. بيتميز أعزائي المشاهدين المنتخب الكاميروني بالتسديدات على مستوى لاعبي الخط الخلفي، إشارة لعب سلبي وتسديدة ورمية جانب للمنتخب الكاميروني، بلوك من خالد وليد، 4 تمريرات وفقا للقانون في حالة اللعب السلبي. يحرز الهدف اللاعب رقم 15 أندريه إيبوبا، سوء حظ من لكريم هنداوي، وآدي سيف أسيست من عبد الرحمن فيصل لسيف الدرع اللي بيحرز الهدف، هدف للمنتخب المصري 28-13 16 دقيقة و 40 ثانية من أحداث الشوط الثاني والمباراة، مباراة المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني، مباراة صدارة المجموعة والعلامة الكاملة للمنتخب المصري. هدف لمنتخب الكاميرون، اللاعب رقم 11 تريستان فيصل، وادي دفاع متقدم من لاعبي المنتخب الكاميروني لإيقاف لاعبي المنتخب المصري. وزي ما حضراتكم شايفين ابتدى المنتخب الكاميروني انه يطلع يتقدم عشان يوقف الفاست بريك للمنتخب المصري، وبينجح المنتخب الكاميروني في إيقاف الفاست بريك والهجمة السريعة للمنتخب المصري. محسن رمضان إشارة لعب سلبي، 4 تمريرات في حوزة المنتخب المصري وفقا لتعديلات قانون كرة اليد، اللي كانت بعد إشارة اللعب السلبي كان 6 تمريرات للفريق، تم تعديل القانون وأصبحت 4 تمريرات لكل فريق بعد إشارة اللعب السلبي. في حالة وجود رميات حرة لا تحتسب التمريرة، عبد الرحمن فيصل مفيش أي تمريرات متبقية، لازم يتم التسديد. محسن رمضان تسديدة من محسن رمضان ورمية حرة وإشارة لعب سلبي، ما بيمتلكش في حوزته المنتخب المصري أي تمريرات، لازم يسدد. تسديدة قوية وتصدي من بوباكاري حارس المرمى، قلنا اسمه كتير على مدار المباراة بالأخص مع بداية أحداث الشوط الثاني، تصدى بوباكاري لأكتر من تسديدة. هجمة مع المنتخب الكاميروني، رمية جانب ما يستلمهاش فونكوا، كريم هنداوي، أحمد خيري، محسن رمضان، واختراق من محسن رمضان وهدف رمضان. محسن رمضان لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي، لاعب المنتخب الوطني للشباب الحاصل على برونزية كأس العالم مع الجنرال طارق محروس المدير الفني اللي بنتمنى له التوفيق مع منتخب 2004. رمية حرة لصالح المنتخب الكاميروني، فونكوا لميزمس ل11 تريستان، يخرج
اندري ايبوبا، هجمة مع دفاع قوي من المنتخب المصري، دفاع قوي، تسديدة، تسديدة قوية، رمية مرمى المنتخب المصري. كريم هنداوي بيقول لحكم المباراة أشرف المنير المغربي، بيقول له تاتش، يعني رمية جانب لصالح المنتخب الكاميروني. المنتخب الحكم حكمنا الدولي أشرف المنير قال له العب، أنا شايفها. هجمة مع المنتخب المصري، خيري لمحسن رمضان، لفيصل، وتسقيط على الدايرة لمحمد ممدوح هاشم. محمد ممدوح هاشم هدفه الأول في المباراة، 29-14 لصالح المنتخب المصري. سنتر هاف فرانك ميزمس لاعبي الخط الخلفي المنتخب الكاميروني، فونكو ميزمس، واللاعب رقم 11 تريستان. تايم اوت يطلبه المدير الفني للمنتخب الكاميروني اندريه ايبوبا. ادي حكمنا الدولي المغربي محمد شراكي، رفقه زميله المغربي اشرف المنير، طاقم تحكيم مغربي. هنشوف المدير الفني مستر اندريه ايبوبا الكاميروني. مصر زي ما حضراتكم شايفين، تعليمات مستر خوان كارلوس باستور. المنتخب الكاميروني بيتقدم في الدفاع عشان يحاول يوقف الفاست بريك او الهجمات السريعه للمنتخب المصري. كابتن هاني الفخراني المدرب العام اللي بيحس اللاعبين على تكمله المباراه بنفس الجديه. نكمل يا رجاله، 30-14 لصالح المنتخب المصري، مباراة صدارة المجموعة واستكمال النتائج الجيدة للمنتخب المصري بالمجموعة. مخالفة الأربع خطوات، مخالفة المشي بالكرة أربع خطوات. هجمة للمنتخب المصري، فيصل من خيري الفيصل، محاولة اختراق، رمية حرة على اللاعب رقم 3 روميو إيبي اللي بيخرج. ادي اللاعب الدايره رقم 14 نيلفيس موفون. هجمه مع المنتخب المصري، سيف الدرع، خيري، محسن رمضان، رمضونا، لسيف، لخيري، لسيف الدرع، يقطع الدايره اكرم يسري، وتصدي من المتألق بوباكاري حارس مرمى منتخب الكاميرون، اللي زي ما قلنا لحضراتكم مع أحداث الشوط الثاني زاد تألقه على الرغم من نتيجة المباراة. لولا حارس المرمى لا ذهبت نتيجة المباراة إلى نتيجة أعلى من كده بكتير. اختراق من 15 أندريه إيبوبا وتصدي من كريم هنداوي. هجمة منتخب المصري، هجمة سريعة على الدايرة، وأسيست رائع من ملك الأسيستات في منتخب مصر أحمد خيري لخالد وليد اللي بيحرز الهدف رقم 31. المنتخب المصري 14 منتخب الكاميرون. 23 دقيقة 15 ثانية، 7 دقائق على نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة. رمية حرة لصالح المنتخب الكاميرون، فرانك لإيبي، روميو إيبي،
مطالبة لاعبي منتخب مصر بأربع خطوات على تريستان اللي أحرز الهدف رقم 15 للمنتخب الكاميروني. هجمة للمنتخب المصري، أحمد خيري لعبد الرحمن فيصل، تمريرات حريرية من أحمد خيري لاعب سنتر هاف المنتخب المصري اللي بيوصل جميع اللاعبين للمرمى بكل سهولة، السهل الممتنع. أحمد خيري لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، تبادل مراكز، تقاطعات ما بين لاعبي الخط الخلفي، سيف الدرع على الدايرة تروح لحارس المرمى بوباكاري اللي بيكمل في الهجمة، فونكوا وبيلا لبوباكاري يخرج، وادي تبادل تبديلات المنتخب الكاميروني. هجمة مع منتخب الكاميرون، روميو إيبي لأربعة فرانك ميزمس للاعب الدايرة اللي بيسدد خارج المرمى، خارج المرمى نيكول بول، نيكول بول خيري لممدوح هاشم، هاشم هاشم ويحرز الهدف رقم 32. 32 المنتخب المصري، 15 المنتخب الكاميروني. اسيست من احمد خيري، هجمه مع المنتخب الكاميروني، 25 دقيقة، 4 دقايق، 30 ثانية على نهاية أحداث الشوط الثاني. تسديدة قوية وتصدي من كريم هنداوي، تصدي من كريم هنداوي من اللاعب نيكول بول، ينزل ينزل اللاعب رقم 18 خالد وليد لاعب المنتخب المصري. ميزة بيمتلكها المنتخب المصري إن جميع لاعبي الخط الخلفي بيلعبوا في جميع مراكز الملعب، يعني لو ودينا أي لاعب من لاعبي الخط الخلفي لأي مركز في الملعب هيأدي زيه زي اللاعب الأساسي في نفس المركز بالظبط، ودي ميزة بيمتلكها المنتخب المصري على مستوى لاعبي الخط الخلفي. هدف من أحمد خيري، هدف للاعب المنتخب المصري أحمد خيري، 33-15 لصالح المنتخب الوطني المصري. تسديدة، تسديدة قوية من اللاعب رقم 3 روميو إيبي لاعب المنتخب الكاميروني، رمية مرمى كريم هنداوي لأحمد خيري، هاشم، مستر خوان كارلوس باستور والكابتن هاني الفخراني. مهنة البحث عن المتاعب، مهنة المدربين. أسيست رائع، أسيست رائع من أحمد خيري. أحمد خيري يا جماعة نستمتع، استمتع وانت بتتفرج على أحمد خيري وتفرج، استمتع ببساطة وأسيستاته لخالد وليد اللي بيتصدى ليها حارس المرمى بوباكاري، رامي جانب، رامي جانب لصالح المنتخب المصري. ادي المدير الفني للمنتخب الكاميروني اندريه ايبوبا، ادي تشجيع من مستر خوان كارلوس. احمد خيري، اختراق من احمد خيري، راميه حره، راميه حره لصالح المنتخب المصري. زي ما قلنا حضراتكم، هدف، هدف للمنتخب المصري زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. تنظيم، تنظيم أكتر من رائع. الناس القائمين على تنظيم البطولة بقيادة المهندس عاصم السعدني مدير البطولة، وزي ما حضراتكم شايفين في المدرجات جميع لاعبي، نسبة كبيرة من الحاضرين بمدرجات المباراة من ناشئي ولاعبي الأندية على
مستوى جميع الأعمار اللي بيروحوا يشاهدوا مباريات البطولة. هدف للمنتخب الكاميروني. جميع الأندية بتقوم بإرسال لاعبيها لمشاهدة ومؤازرة المنتخب الوطني المصري بالتنسيق مع منظمي البطولة ومدير البطولة الكابتن عاصم السعداني، المهندس عاصم السعداني مدير البطولة. زي ما اتكلمنا حضراتكم على المنظمين، مش هننسى التحكيم المصري اللي حاضر بقوة في فعاليات هذه البطولة بطاقمي التحكيم الدولي المكون من الكابتن حسام معتمد والكابتن علاء حسن، وطاقم التحكيم النسائي المكون من الكابتن هايدي السعيد والكابتن ياسمينة السعيد. نرجع أعزائي المشاهدين لأحداث مباراتنا. 34 المنتخب المصري، 16 المنتخب الكاميروني. 7 ثواني على نهاية أحداث المباراة. خالد وليد و35 16 لصالح المنتخب المصري. بكده أعزائي المشاهدين تنتهي أحداث مباراتنا اليوم. بكده المنتخب المصري يحرز العلامة الكاملة في مباريات مجموعته. المنتخب المصري في صدارة المجموعة بي في انتظار تاني المجموعة سي، تاني المجموعة دي عفوا، اللي بتضم المنتخب التونسي والمنتخب الأنغولي، اللي على ضوء نهاية هذه المباراة هيتم تحديد المنتخب اللي هيلعب مع المنتخب المصري في دور الثمانية. شكرا أعزائي المشاهدين. مع حضراتكم هنشوف مين MVP المباراة أو أحسن لاعب في المباراة. رأيي الشخصي إن حارس مرمى منتخب الكاميرون بوباكاري هو أحد المرشحين بقوة للحصول على MVP المباراة. هنشوف مع حضراتكم مباراة مميزة من طاقم التحكيم المغربي الكابتن محمد شراكي والكابتن أشرف المنير. اللاعب رقم 5 من يحيى خالد لاعب المنتخب المصري وفيز بريم وادي الأستاذ محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. بيسلم يحيى خالد لاعب المنتخب المصري وفيز بريم عفوا لاعب المنتخب المصري جائزة أحسن لاعب في المباراة. يحيى خالد. بكده أعزائي المشاهدين نرجو أن نكون قد أمتعناكم. كنت معكم أنا محدثكم عصام منيسي، وننتقل إلى استوديوهاتنا مع الكابتن هيثم السعيد ومحللنا الكابتن إبراهيم السيد والكابتن محمد عبد الله. شكرا أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.